بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. الفيديو ده أنا ما كنتش هعمله بصراحة لولاش بس الإخوة ظنوا عليا كتير في إن أنا أعمله، لأن والله ما فاضي، فعملته في الوقت بتاع الراحة بتاعتي، يعني من اليوم 28 لليوم 50. إحنا كنا توقفنا في الفيديو التاني عند اليوم 27. اللي طبعا الجدول مقترح، تسميد مقترح مني، قد أصيب وقد أخطئ، زي ما يعني ما فيش حد معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. الجدول ده أو المعدلات ديت لألف نبات، تمام، والصورة زي ما حضراتكم شايفينها قدامكم، وهي زي ما تعودنا العمر باليوم، السماد أحادي بالنسبة للناس المساكين الفقراء اللي زي حالاتي، والسماد المركب بالنسبة للجماعة اللي ربنا مديهم فلوس يعني، تمام. وفي الآخر كله اتحط في التراب، مش هتفرق في كتير يعني، ولكنكم قوم يعني. المهم اليوم 28 سلف نطرات نشادر وكيلو سلفات مغنيسيوم. المغنيسيوم طبعا مهم يا جماعة، وفي المتعادل برضو 1.5 كيلو جرام متعادل، أو 1 كيلو جرام سلفات مغنيسيوم برضه، ممكن يكون نترات مغنيسيوم عادي يعني، اللي عندك نترات سلفات مش هتفرق في كتير يعني. خدوا بالكم السلفات المغنيسيوم مهم جدا يا جماعة، يعني أول حاجة بتديك لون هو عنصر المغنيسيوم، ولولا العنصر المغنيسيوم ما وجد شيء أخضر في الطبيعة على فكرة يعني. فإذا كان إذا كان الحديد بيدخل في تكوين جزيء الكلوروفيل، المادة اللون الأخضر اللي أنت بتشوفه في النبات، فإن المغنيسيوم هو المؤسس ليه يعني، تمام. اليوم ال 32 2 كيلو جرام نترات كالسيوم، وزيهم برضو بالنسبة للمركب ما اختلفوش. اليوم ال 34، لاحظوا ان احنا بنسمد يوم ويوم لا. اليوم ال 34 1.5 كيلو جرام نترات نشادر، و1 كيلو جرام حمض فوسفوريك. على في السماد المركب برضو نحط 1.5 كيلو جرام متعادل وعشرينات، زائد نص كيلو عالي فوسفور، قد يكون 13 40 13 10 50 10، يكون اللي هو ال 12 61 0 ايا كان يعني، اللي عندك شغله وخلاص. اليوم ال 36 عندنا يوميك اسيد، وده مهم جدا يا جماعه، تمام. اليوم ال 38 عندنا نطرات نشادر 1.5 كيلو، عندنا سلفات مغنيسيوم وزيهم 1.5 كيلو جرام متعادل، العشرينات او 18 او 19، ما تبقاش يعني دماغك محجره وتقف عند اصل، حط ايه يا عم، حطه خلاص، والله عامل زي التلميذ الخايب. اليوم ال 40 100 كيلو، 100 جرام عناصر صغرى، ممكن ترشها عادي، ما تصدرش دماغك برضو يعني، ما انتش فاضي ولا بتاع، رشها. اليوم ال 42 نطرة كالسيوم في الاثنين. ال 44 150 جرام هيومك، وطبعا الهيومك مهم جدا بنقولها تاني. بالنسبة ليوم ال 46 نطرات نشادر وسلفات مغنيسيوم، وبرضه في السماد المركب متعادل بسلفات مغنيسيوم، أو ممكن تكون نطرات مغنيسيوم زي ما يكون عندك يعني. والمغنيسيوم الصيني حلو يا جماعة، فيه هندي طالع كده يعني. بالنسبة لليوم ال 48 كيلو ونص سلفات بوتاسيوم، ابدأ من هنا سلفات بوتاسيوم، و 1 كيلو جرام حمض نتريك. وطبعا لما تكون عايز تعمل الحركة دي زي ما قلنا هتسمد بكرة، فبتروح واخد شوية مية وحاطط فيهم حمض النتريك، كيلو حمض نتريك، وممكن 2 كيلو عادي، ما تزعلش نفسك خالص، ممكن 5 كيلو والله ما هيعمل حاجة، ما تقلقش يعني، تمام. النبات مش هيجرى له حاجة، من التسميد بالذات ما تقلقش، أهم شيء ابعد عن الرش عشان ما توديش نفسك في ده، تمام. 1.5 كيلو سلفات بوتاسيوم، هتجيب شوية المية وتحط فيهم شوية حمض نتريك، وبعد كده تحط سلفات البوتاسيوم، وتاني يوم بتاخدهم تحقنهم على السماد على طول. والسماد المركب 1.5 كيلو جرام نترات بوتاسيوم، تمام، لأن دي نترات بوتاسيوم ما بنحطش فيها حمض نتريك، واللي تحته برضه، وتحول اخر خمس ايام، اللي هو من يوم 42 44 46 48 50، دول تطبقهم لحد اخر المحصول معاك، دول تطبقهم لحد اخر المحصول معاك. شكرا لحضراتكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.